دلوقتي في شهر 9 اللي فات قبل ما الجنيه ينزل. نعم. فكان يعني اخواتي عايزين يستلفوا مني فلوس. انا كنت عايز احول الفلوس اللي معاي دولار عشان الجنيه هينزل فالفلوس قيمتها تقل وانا مش عايز استخدمها دلوقتي او مش لاقي لها استخدام. نعم. فقالوا لي احنا ناخد منك الفلوس دلوقتي وهنسدها لك دولار، ناخدها مصري ونسدها لك بقيمتها دولار. كان ايامها الدولار 19.5. فهل دلوقتي لو انا جيت خدت الفلوس معايا يا شيخ؟ هم الان لو انا جيت دلوقتي صبرا صبرا هم الان تراجعوا عن كلامهم ولا في مشاكل ولا؟ لا لا مش متراجعين ولا حاجه، بس انا اللي مستحرم. بس طب انا اقول لك شيء، انا لو وجهت اليهم رساله اقول لهم كما استلمتم الفلوس ردوها، استلمتها جنيهات ردوها جنيهات، ويجوز لكم يا أيها المدينين، يجوز لكم المدينون هؤلاء يجوز لهم أن يردوا الدين مع زيادة بطيب نفس. فإذا مثلا اقترضت منك 1000 وجئت عند الرد دون اشتراط منك أبدا، قلت لك هذه 1000 ومعها 1000 أخرى بنفس طيبة هدية لك، جاز ذلك؟ لأن جابرا كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين وقال جئت أتقاضاه فقضاني وزادني، والرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من رجل يعني جمل صغير معين بسن معينة، فلما جاء يطالب به قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحسنكم قضاء. فأنت قل لهم يا جماعة أنتم أخذتم مني جنيهات ردوها لجنيهات. هم أنفسهم طابت نفوسهم بشيء، إن كان عندهم ذوق يعني باللفظ المصري هيزودوك شوية من طيب. أنا الساعة ما كنت معايا فلوس كنت عايز أحولها دولار، هم قالوا أنت ما حولت، اعتبر إن أنت، هم قالوا ما تحولهاش، اعتبر إن أنت حولتها وإحنا خدناها دولارات. فأنا دلوقتي هم ما يعرفوش قيمة الدين بالمصري، يعرفوه بالدولار. خلاص إذا كان كده لا بأس، ماشي يعني كده يجوز؟ كده لا بأس بهذا التوصيف الذي ذكرته.